اتعمد على ايد ماري مرقس قصة حياة البابا كرادونوس. بعد نياحة البابا ميلاوس اترسم كرادونوس بابا على كرسي ماري مرقس يوم 7 توت سنة 95 ميلاديا. كان بيوعظ الشعب ويعلمهم وكان مرشد لكل أولاده. قعد على الكرسي 11 سنة وشهر و12 يوم، اتنيح بسلام يوم 15 يونيو سنة 106. بركة شفاعته تكون معاكم وتفرح قلوبكم.